بالتأكيد يعني هو دور العضو البلدي ويعتمد على مدى أدائه خلال الفصل التشريعي اللي أدى فيه كعضو بلدي، يعتمد حظوظه وفرصه للفوز في الانتخابات البرلمانية على أدائه خلال السنوات الأربع اللي قضاها كعضو بلدي. فأعتقد أن إذا كان أدائه مثلا وتقييمه مثلا كان وتواجده وتواصله مع المواطنين والأهالي في الدائرة اللي بترشح فيها، أكيد هذا بيعزز من حظوظه في الانتخابات النيابية. ومو شرط أنه بالفعل إذا كان هو كعضو بلدي نشيط أو مميز أنه يفوز في الانتخابات النيابية، هذا طبعا مو شرط، ما بيتحقق على أرض الواقع إلا بالفعل إذا كان وصل هذا العضو البلدي لمرحلة أنه يقدر من خلال أدائه ومستواه في الجانب التشريعي والرقابي أنه يقدم أداء أفضل من أداء اللي قدمه كعضو في المجلس البلدي. فأعتقد أن حظوظه بتكون قوية إذا كان هو بالفعل كعضو بلدي وصل لمرحلة وقضى الفترات اللي في الأدوار في دور الإنقاذ الماضي، وصل لمرحلة أنه يقدر يطور من أدائه في البرلمان.